كلما اقتربنا من الحل السياسي، يعني يثور بعض الناس ويقولون السياسة ومفاوضات وكذا وكذا. بدقيقة واحدة، ما رأيكم بالحل السياسي؟ المعيار دائما في الحل السياسي هو مقدار ما يحقق أهداف الثورة السورية. ليست القضية أنه أنا لا أؤمن بالحل السياسي أو لا أؤمن بالحل العسكري، ليست القضية كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبية، وإن الأيادي التي امتدت لتكتب وتخط صلح الحديبية بشروطه الصعبة هي نفسها الأيادي التي امتدت قبلها لتعطي بيعة الموت للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة حتى الموت. لذلك المسارين لا يمكن أن ينفصلا. يقول أحد حكماء العرب: اشحذوا السلاح وكأنه لا سلم، وابعثوا بالرسل وكأنه لا حرب. يجب أن نفقه هذه المعادلة، وأن لا نصر على المسير في مسار واحد عسكر بس أو سياسة وفقط. لا، نفاوض ويدنا على الزناد، نجلس على الطاولة وإخواننا في الخنادق مرابطون، نسدد كلماتنا ونسدد رمياتنا أيضا عندما يلتحم المسارين. وإلا أن تذهب إلى مفاوضات سياسية بدون أوراق قوة فلن تجتني شيء إلا ما يتكرم به عليك. ولكن بالوقت نفسه أيضا يجب أن لا نقاطع أي منبر سياسي، يجب أن نحمل قضيتنا، فقضيتنا هي قضية إنسانية، قضية أخلاقية، لا يوجد فيها ما يعيب، بل هي مدعاة للشرف والفخر أن ندافع وندافع عنها في كل محافل ومنابر العالم.